السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنراجع الوحدة التامة من امتحانات شهر مارس اللي هتكون على الوحدة السابعة والوحدة التامة. يا ريت اللي ما سمعش الوحدة السابعة يا ريت يسمعها ويرجع لنا تاني، ويا ريت كمان اللي لسه ما اشتركش معانا في القناة يا ريت يشرفنا بالاشتراك في القناة ويفعل لنا الجرس علشان يوصله كل جديد، لأن احنا أكيد لسه عندنا الجديد والجديد والجديد. هنبدأ ونقول على بركة الله: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السؤال الأول: Don't worry, the giraffe won't space you. عايز أقول ما تقلقش الزرافة مش هتعمل لك إيه، مش هتؤذيك، ويؤذي يعني كلمة heart، فبقول the giraffe won't hurt you، لن تؤذيك. There is a space on the car، يعني يوجد ايه على الكار، على العربة. هل هو الإليفانت؟ أكيد لا، لو الإليفانت على العربية تبقى كارثة، ولا الجيراف وليس الماونتين الجبل ولكنه المونت. Look at the sky، there are a lot of، يعني بص للسكاي، بص للسماء كده، ويوجد a lot of ايه؟ A lot of snow، ثلج، flowers، ورود، clouds، السحب، cows. طبعا a lot of clouds، clouds اللي هي السحب. The monkey is space away. هل هو go away ولا went away ولا going away ولا goes away؟ مفتاحي فين؟ مفتاحي في كلمة is. ما دام في عندي is وعندي فعل لازم احط الفعل ing، يبقى the monkey is going away. السؤال الخامس: The monkey is not cute. المونكي ما هوش كيوت، ولكنه it's careful ولا nice ولا good. طبعا scary، يبقى انا عايز اقول ان عكس كلمة cute هو كلمة scary، يعني مخيف. هاني is going to space a picture. تمام، نفس الفكرة، is going to بيأتي بعدها فعل في المصدر، وطبعا اتعلمنا على مدار الحلقات يعني ايه مصدر وفعل بدون إضافات، يبقى بدون الاس، بدون ال ing، وما يجيش في الماضي، يبقى is going to take. Space give us milk. يا ترى مين اللي هيدينا الميلك؟ هل هي المايس، الفئران، ولا الجونز، ولا الكاوز، ولا الهاوسز؟ طبعا هي كلمة كاوز، والكاوز اللي هي البقر. السؤال الثامن: that space what؟ there is a monkey on the car. يعني عايز اقول يا بابا خمن في ايه، وطبعا كلمة guess. guess what؟ there is a monkey on the car. السؤال التاسع: there is a mouse space the bed. على اقول at the bed ولا in the bed ولا under the bed ولا next the bed؟ الماوس بيبقى under the bed، يعني تحت السرير. The elephant and the lion are، يعني الفيل واللايون والأسد، هم هل هم ايه؟ plant نباتات، people ناس، animals ولا birds؟ طبعا هم animals يعني حيوانات. We can see space at the safari park. يا ترى احنا هنشوف ايه في السفاري بارك؟ هل هنشوف الكرابس ولا اللاينز ولا الدولفينز ولا الشاركس؟ طبعا الشاركس والدولفينز والكرابس دي خدناها في الاكواريوم، لكن في السفاري بارك هنشوف اللاينز. The space is fat and has a long nose. يعني حاجة فات كده وعندها long nose، أنف طويل. هل هو snake، الثعبان، ولا turtle، السلحفاة، ولا elephant، ولا cheetah؟ طبعا الإجابة الصح هي كلمة elephant، والelephant يعني الفيل. Space one is the thinnest. The snake، عايز أقول which one is the thinnest، يعني أي واحد فيهم الأرفع، وطبعا الإجابة الصح هي كلمة which. The cheetah is the، cheetah ديت اللي هو الفهد، is the، عايز اقول هل هو الابطأ؟ اكيد لا. هل هو smallest، الاصغر؟ طبعا هو اسرع، من اسرع الحيوانات، the fastest. The turtle is the، طب التيرتل بالنسبة لنا هي is the. The، the طبعا بتيجي مع الصفات الدرجة الثالثة، لازم احط لها est. طبعا هي الفاستست؟ لا. البيجست؟ لا. طبعا هي slowest اللي هي الابطأ. The elephant is bigger is with the monkey. طبعا عايز اقول مقارنة بين حد وحد، يبقى bigger than. bigger ايه؟ bigger than. okay. The shark is the space sea animal. طبعا احنا عندنا هنا يا استاذ رضا مفتاحي في كلمة the، وذا لازم est، يبقى faster ديت غلط خالص. طب الشارك بالنسبة لنا هو بالنسبة للسي انيمالز، هل هو الفاستست ولا slowest ولا smallest؟ طبعا هو ليس smallest وليس slowest ولكنه الفاستست. My sister is wearing a nice، يعني أختي بترتدي a nice ايه؟ يا ترى town ولا gown ولا brown ولا clown؟ طبعا الإجابة الصح هي كلمة gown اللي هي العباءة. طبعا clown يعني المهرج، وbrown بني، وtown يعني المدينة.
My uncle lives in a small space. يعني عمي بيعيش في ايه صغير؟ هل هو hospital؟ اكيد عمي مش بيعيش في المستشفى، ولا عمي بيعيش في المدرسة، ولا عمي بيعيش في المكتب، ولكن بيعيش في مدينة صغيرة. Which one is the؟ ما دام عندي كلمة the، مفتاحي هو كلمة the، يبقى لازم ال ESA ال EST. يبقى ما ينفعش أقول which one is the fat، ولا which one is the fatter، ولا which one is the faster. لازم إيه؟ the fattest. أوكي، لازم EST مع the، لكن ال ER مع than. أوكي. The man is shouting. الراجل ده shouting، عمال يصيح. His mouth is open. His hand is open. ولا الليك، ولا الماوث، ولا النص. طبعا هو ده بيصيح، بيبقى الماوث الفم بتاعه هو اللي مفتوح. The mouse is with the mountain. الماوس اللي هو الفقر، والماونتين اللي هو الجبل. هل هو الفقر going the mountain؟ لازم نقول going to مثلا على سبيل المثال، ولا eating بياكل، ولا meeting؟ اكيد هو كلمة climbing، climbing اللي هو يتسلق. The space likes bananas. مين اللي بيحب البنانز؟ البنانز اللي هو الموز. يا ترى الايل؟ أكيد لا. الدولفين؟ أكيد لا. تشيتا؟ لا. يبقى تشمبانزي. أوكي. The giraffe is the tallest. هي الأطول. But the space is the longest. ولكن إيه هو ال longest؟ هو الأطول. هل هو المونكي؟ أكيد لا. هل هو الزبرا؟ الحيوان الحمار الوحشي. هل هو التيرتل؟ أكيد السنيك. سنيك اللي هو الثعبان. سامي سبيس دونت بيك فلاورز. يعني سامي، عايز أقول سامي لعب، ولا سامي شط؟ شط هنا بمعنى أغلق، ولا جامد قفز، ولكن عايز أقول سامي شاوتد. وشاوتد يعني شاوتد يا مستر رضا، شاوتد يعني صرخة أو نادى أو قال. The tall giraffe is eating some. يعني الزرافة الطويلة بتاكل some إيه؟ يا ترى some clouds السحب، airplanes الجيبس اللي هو leaves اللي هي بعض أوراق الإيه؟ الشجر. I like kebab. It's delicious. ولا hungry، ولا happy، ولا sad؟ طبعا عايز اقول it's a it's delicious، انه لذيذ. The cows like eating. البقر بقى بيحب ياكل ايه؟ بيحب ياكل flower، ولا cloud، ولا grass، ولا pizza. طبعا بيحب ياكل عشب، والعشب يعني الجراس. اوكي. The elephant is a space animal. طبعا هنا دي حاجة اسمها صفات من الدرجة الأولى. طبعا ليس smaller، لأن لازم أقول smaller than، ولا bigger، bigger than، ولا biggest، لأن لازم معها ال the. يبقى أنا على طول بقول a big animal، هو حيوان إيه؟ هو حيوان كبير. وبكده تخلص حلقة المراجعة الخاصة بالوحدة الثامنة من الصف الخامس الابتدائي. أتمنى لهم ولكم التوفيق جميعا، وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين تزورونا في حلقات أخرى مع مراجعات أخرى، وكمان إن شاء الله بإذن الله هنحل امتحانات تانية على الجرامر وعلى الاختياري إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، لأن إحنا عايزين نخش الامتحانات وإحنا مقفلين، وكمان بنستعد للسنين اللي جاية، وكمان بنحب اللغة الإنجليزية ونطور اللغة بتاعتنا. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أشكر ربنا سبحانه وتعالى على كرمه ومنه وفضله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.